اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي الدكتورة بيريسيا توركوفيتش نائبة رئيس مجلس الوزراء بوزيرة خارجية البوسنة والهرسك، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية لمملكة البحرين. خلال الاجتماع أشاد سعادة وزير الخارجية بما يربط البلدين والشعبين الصديقين من علاقات طيبة تشهد باستمرار تطورا ونماء في شتى المجالات، مؤكدا سعادته حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة مع البوسنة والهرسك في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. من جانبها أعربت معالي الدكتورة بيريسيا توركوفيتش عن سعادتها بزيارة مملكة البحرين، ومنوهة بما يربط بين البلدين والشعبين الصديقين من علاقات متينة تستند على أسس من الاحترام والتقدير المتبادل، ومعربة عن حرص البوسنة والهرسك على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والدفع بمسار التعاون المشترك إلى مستويات أشمل. هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض مسار علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين والبوسنة والهرسك، والتأكيد على أهمية مواصلة التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه في مختلف المستويات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.